مساء الخير مشاهدينا الكرام من برنامج زيد معرفتك على قناة نور الشرق. بيسعدنا نستضيف خادم الكنيسة الأخ جاك صفير. أهلا وسهلا فيك أخ جاك. أهلا وسهلا فيك أخ جورج، وأنا بحب رحب بالمشاهدين الكرام وبوجه تحية لإذاعة نور الشرق يلي عطول بتفتح لنا البواب لنقدر نوصل كلمة الرب لكل بيت، لكل إنسان محتاج يسمع كلمة الرب. صحيح، أهلا وسهلا فيك. فيك حبيبي أخ جاك. موضوع حلقتنا بهذه الليلة هو عن خلاص، وأول سؤال رح نسألك هو كيف نخلص؟ كيف نخلص؟ سؤال حلو. هو شيء نحن عم نختاره، هو شيء بالاختيار بصير، لأن الرب يسوع المسيح وقت خلقنا أعطانا حرية الاختيار. نحن مخيرين ولسنا مسيرين. الكتاب المقدس واضح وبيقول ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح لي الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. ونحن وقت نختار نفتح له الباب، الرب يسوع المسيح بده يفوت ويغير حياة كل واحد منا رأس على عقب. عظيم. طيب أخ جاك، من يقدر أن يخلص؟ من يقدر أن يخلص؟ الرب يسوع المسيح وحده هو قادر يخلصنا. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعم. فبقى بيسوع المسيح وحده الخلاص، يعني ولا قديس ولا حدا تاني بيقدر يخلصني، لا إنسان تاني ولا أي شيء تاني بهالدنيا إلا هو وحده. إذا بالمسيح وحده بيكون الخلاص. آمين. طيب سؤال نسألك إياه، هل الأعمال بتخلص أخ جاك؟ خليني أكون واضح معك شوي أخ جورج. الأعمال أكيد ما رح تخلصنا، لأنه كل العالم، ثلاثة أرباع العالم بيعملوا منيح، وساعة نحن منكون منيح وساعة نحن منكون مش منيح. فبأفسس 2:8 بيقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية من الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. لما يقول إنه الإنسان أنا بأعمالي بخلص وأنا بقدرتي خلصت حالي، لا، هيدي نعمة الرب يسوع المسيح هو عطاها لكل إنسان، و يعني الإيمان وحده هو اللي خلص عن طريق الرب يسوع بس لحاله بالإيمان. بالإيمان أكيد. بالإيمان. بالإيمان. طيب الخلاص بيكون بالجملة ولا بالمفرد أرجوك؟ الخلاص أكيد بيكون بالمفرد، لأنه الرب يسوع المسيح بيتعامل مع كل إنسان وحده، هي نعم. عملية شخصية بيني وبين الرب. أنا وقت أكون حاسس الدنيا كلها سوا مسكرة بوجهي، خلص بدي التجئ للرب، ما في مجال إلا ما بدي أركع على إجري وأطلب الرب يسوع وقل له يا رب أنت الحل الوحيد. فالرب هو اللي بده يتدخل بحياتي شخصية، بتكون عملية شخصية مش عملية جماعية. أنا بحب الصبح أعملها هيدي أخ جاك، وقت بوعى من النوم رأساً دغري على كتاب مقدس بركع وبقرأ وبصلي بكل خشوع يعني، وبحس البركة فاتت، بحس خلاص كمل معي يعني. لماذا لم يخلصنا المسيح من دون موته على الصليب؟ لأنه أول شيء بدون ذبيحة ليس هناك خلاص، وبدون عمل الصليب ما في عبور من حياة إلى حياة تانية. بيقول لك الكتاب أجرة الخطية هي موت، والنفس التي تخطئ موتا تموت. من أجل هيدا الشيء الرب يسوع المسيح بذل نفسه كرمالنا، ذبيحة كفارة عن خطايانا. اجا تحمل كل العذاب اللي انا وياك لازم نتحمله، اجا هو تحمله عنا على خشبة الصليب. شكر له اكيد يعني. بقى قصة خلاصك كيف كانت اخي جاك انت؟ قصة خلاصي كيف كانت؟ انا كانت حياتي صراحة
من مهبة ودبة يعني، شو بيخطر عبالك عملت بالحياة. بس وصلت لمرحلة سكرت الدنيا بوجهي، وكأنه وصلت لمرحلة الانتحار. هالقد كانت معك مسكرة؟ هالقد مسكرة معك كانت؟ ايه كتير كانت مسكرة معي. كانت الدنيا سودة سودة بوجهي، وما تركت شيء يعني، من الدخان للمشروب للسهر، نسوان، شو بدك شو بدك، شو بيخطر على بالك عملت. الحشيش جربتها. امان. وكيف خلصت؟ كيف خلصت؟ خلصت كله من وراء في اخوه من كنيسه وصلوا لي، حكيونا عن الرب يسوع المسيح، وتاثرت كثير بهيدي بهالقصه اللي عملها الرب كرمالي وكرمالك على الصليب. فرجعت لحالي وتبت عن كل شيء عملته، قلت له يا رب انا الخاطئ سامحني، وبطلب منك يا رب انك تغسلني بدمك يلي سفكته كرمالي على الصليب وتدخل قلبي. فتحت له الباب واخترت انه افتح له الباب. وقت فات الرب يسوع المسيح عن جد يعني حياتي شو بدي اقول لك، انقلبت فوقني تحتاني راس على عقب. وبنصح كل مشاهد عم بيشوفنا اليوم انه يرجع للرب يسوع المسيح، لانه في وحده هو الخلاص. نشكر الرب، نشكر الرب على خلاص كل انسان. يعني مشاهدينا الكرام، وقفي وترنيمي مع فرقه الكنيسه بقياده الاخ دودو. جاك، بنرجع لسؤالاتنا بعد ما سمعنا قصة خلاصك. هل ينزع الخلاص من المؤمن؟ سؤال أكترية العالم بتسأله للصراحة. وفي تعاليم بتقول، وكتير تعاليم نسمعها بآخر فترة، إنه المؤمن بيخسر خلاصه. هيدي تعاليم، اسمحوا لي لكم، عن جد تعليم بتناقض الكتاب المقدس، تعليم كذب. لأنه الكتاب واضح وبقول خرافي في يدي ولا يقدر أحد أن يأخذها من يدي. صحيح. راح أعطيك مثل، إذا بيك الأرض بيعطيك سيارة، نعم، بيكتبها باسمك، نعم، أو شقفة أرض أو حيالة شيء بملكك إياه لألك، قال لك هيدي ملكك لألك، وعدك أنه يعطيك إياها. نعم. وبعد فترة من الزمن غير رأيه، طلع باله يغير رأيه، قال لك رجع اعطيني اياها، شو بتقول عنه؟
اكيد رح يكون زعلان يعني رح تكون زعلان وبده يطلع كذاب بعينك صح؟ طيب الرب يسوع المسيح قلتك كذاب؟ الكتاب بيقول كل انسان كاذب والله وحده صادق. فالرب يسوع المسيح وقتها بده يعطيك شيء بيعطيك شيء ابدي ازلي. شكرا للرب، شكرا للرب. انا طيب ما هو برهان الخلاص اخ جاك؟ برهان الخلاص هي الولادة الجديدة، الحياة الجديدة. نعم. انت شو كنت وشو صرت؟ فينا نروح على قصة نيكوديموس وقت قال له الرب وقت قال له للرب كيف ينبغي أن أولد من جديد وأنا شيخ؟ حلوة القصة كتير. إيه فضل. وأنا شيخ. فقال له المسيح بدك ترجع تولد من فوق. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هي حياة جديدة كلها مليانة ثمار، ثمار روح القدس. بس هون هو تعجب انه كيف كيف بده يرجع يولد واحد من جديد يعني. ينبغي ان تولد من فوق، قلت لك اياها. بس هو تعجب انه كيف بده يولد واحد بده يرجع على بطن امه ويرجع. منا منطقيه، منا منطقيه. طرقنا غير طرق الرب، افكار الرب غير افكارنا. انه القصد شيخ مثل هيدا كبير بالعمر صار عمره كذا سنين يعني بده يرجع على بطن امه تيرجع يولد من جديد. ايه منا منطقيه. هذا السؤال هون يعني. منا منطقيه. كتر خير، نشكر الرب على كل شيء يعني. اول خطه للخلاص شو لازم يعمل واحد؟ اول خطه للخلاص هي انه الانسان يرجع لحاله مثل ما قبل ما خبرك القصه. هي الخطوه خطوه توبه حقيقيه بينه وبين الرب. نعم. مثل ابن الضال وقتها كان عايش عيشه ملوك ببيت بيه، ترك البيت وتنمرد على بيو واخذ كل شيء بيملكه وراح فلت بهيدا العالم، راح صرف كل شيء على حاله، صرف كل شيء ما ترك شيء الا ما جربه، فقر حاله صار على الحديد. بالاخر شو صار يعمل؟ قعد مع الخنزير وصار ياكل من اكل الخنزير. بس شاف حاله انه تبهدل بهيدا الطريقه والخطيه مرمطت له حياته والشيطان عمل هيك فيه، رجع لحاله، رجع ندم وفاق شو عمل. رجع ندم يعني. ندم. وهون هي خطوة التوبة، هي أول خطوة لازم كل إنسان يقوم فيها، خطوة التوبة، يرجع لحاله ويندم عن الشيء اللي عمله ويرجع لبيت بيو يلي خلقه يعني هو. يعني أول خطة بالخلاص هي التوبة. هي التوبة مزبوط. تفضل كملنا قصته. إيه فوقت رجع لعند بيت بيو رجع قبله مثل ما هو ونسي كل شيء عمله وغفر له خطاياه ورجع حضنه ورجع لبسه توب احلى ما انه كان ملبسه اياه من الاول ورجع عايشه عيشه احلى ما انه كان معيشه اياه من الاول. نشكر الرب. وهيك بده يصير مع كل انسان بيرجع للرب يسوع المسيح. نشكر الرب. بس هون عنده خيو زعل وقت اللي اجى وشاف الاحتفال والعالم وكل شيء. زعل ليه؟ زعل لانه فينا نقول هون غيره او حسد، لانه قال انه انا بقيت عندك وصار الغيره بدها تفوت بالدق يعني. يعني هو كل العمر يخدمه ويشتغل له وخيه اللي اخذ كل شيء وراح وصرفهم ومع كل شيء عمله رجع ذبح له العجل المسمى. مزبوط. وهذا اللي باقي معه كل العمر خروف ما كان يذبح له ليقعد هو رفقاته او يقعد هو اصحابه يعني. مزبوط. هذه انا بعتقد خطيه من خيو كمان يعني. خيو هذه الغيره اللي دبت فيه انه لازم يفرح انه خيو رجع، كان ضال كان ضايع المفروض انه يفرح يعني مثل ما فرح بيو. مزبوط. فكرمال هيك لازم كل انسان يرجع يتوب عن اغلاطه ويرجع لطريق الرب، يرجع للخلاص، يرجع للخلاص. امين. مشاهدينا بريك ونرجع.
جاك، كنت سألتك سؤال، هل الأعمال بتخلص؟ هل الأعمال بتخلص؟ بس بدي أرجع أفهم السؤال لو سمحت. أنا أخ جورج بدي أرجع أقول لك أنه مثل ما حكينا بالأول، العالم بتظن أنه لازم تعمل شيء لترضي الرب. يمكن بتشوف عالم بتروح بتمشي حافة مسافات، يعني مثلا بشوف عالم تمشي من جونة لحريسة، بتفكر انه هيدي الشغله انه فيها طرد الرب، بتطلع بتضوي شمعه لحدا معين لاكس، بتردد صلاه معينه. في عندك عالم بتروح بتقدم اشياء لفقراء، او مثلا اذا واحد قطع مرة اختيار على الطريق بيكون عم فكر عم يرضي الرب. اكيد الاعمال ما بتخلص، اكيد الاعمال ما بتخلص. وبرجع للايه اللي حكينا فيها واللي قلت لك اياها بافسس 2:8، لانكم بالنعمه انتم مخلصون وذلك ليس منكم، هي عطيه الله. نعم. ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. لما يقول حدا انه انا باعمالي خلصت حالي، عملت كثير منيح مع فلان، او ما بعرف شو عملت لأرض الرب، لا، الرب ما بيرضى ما بيقبل بأي شيء ما بيقبل بالأعمال. وإلا لو كنا بأعمالنا بدنا نخلص، الرب يسوع المسيح لشو يعمل العمل الصليب؟ لشو يقدم حاله ذبيحة ويموت عنا على الصليب؟ كنا بأعمالنا وكل العالم تطلع على السماء، بس لا، أكيد مش بالأعمال. يعني بالفلوس، بالمصاري أو بالمادي فينا نشتري الإيمان أو الخلاص؟ أكيد لا، ما بنقدر، ما بتقدر. لأنه الإيمان هي الإيقان بأمور لا ترى. يعني بآمن أو بصدق شيء مني شايفه، هذا الشيء الرب طالبه منا، الإيمان. الإيمان أهم شيء، الإيمان أكيد طبعا. لأنه إذا بدي أشتري الخلاص، ما فيك تشتري الخلاص بالمصاري، ما في يدفعله للرب يسوع المسيح مصاري موت عني او عمول هيدا الشيء لتخلصني. ما مش بالاعمال، اكيد مش بالاعمال، هي عطيه من الله. بالنعمه انتم مخلصون، يعني الرب يسوع هو بيدلك على الطريق لتيجي تامن وتخلص. امين. الرب هو بيساعدك وبيعطيك الطريق اللي انت بدك تسلكها. يعني اكيد ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، وقفي وترنيمي مع فرقه الكنيسة بقيادة الأخ دودو. أنا ما احتاج لمسة روحك تغيرني، ولا ما احتاج يا يسوع أنا ما احتاج شمس الروح تغيرني، وأنا ما احتاج يسوع لما يظهرني، وأنا لما ماشي وأشوفك Yeah.
أخي جاك، كنت سألتك سؤال، هل ينزع الخلاص من المؤمن؟ حابب أنا والمشاهدين نرجع نتمعن فيه ونفوت فيه أكثر ونفهمه أكثر. مثل ما قلت لك أخ جورج، إيمانك ما حدا بيقدر ينزع منك، ما حدا بيقدر ياخد خلاصك منك. نعم. الرب يقول خرافي في يدي ولا يقدر أحد أن يأخذها من يدي. ما أنت بيد الرب. آمين آمين. بيد نعم. القادر يلي خلق الكون بكلمة، يلي بكلمته بيقدر يعمل كل شيء. إنه مين بيقدر ياخدك من إيد الرب؟ ولا قدرة قادر. قديش الشيطان بده يجي يشككك؟ ما أنا ثابت في المسيح، وأنا في المسيح، والذي فينا هو أقوى من الذي في العالم. ما هو مدعوس، وفيك تحاربه للشيطان بالكلمة، بكلمة الرب. نعم. شو ما تكون أنت قريبا من الرب، شو ما تكون علاقتك مع الرب قوية، شو ما تكون أنت محمي، الرب هو اللي بيحميك من هيدا الشيء. نعم. بس أنا بعرف أخ جاك إنه في كتار من الناس دخل فيهم الشيطان وغير له المسير وغير له الطريق. يعني أنا بعرف ناس صارت معهم هيك، يعني حتى أنا حاول عم بحاول كتير معي كمان. عم بحاول كتير معك، هيدا بيكون بده عم بيشككك بس مش أكتر. هو عم بيشككك، ما بيطلع شيء بإيده، هو بس يعني بده يقول إنه أنا موجود. بس الرب أقوى منه، تأكد إنه الرب أقوى منه. الذي فيك هو أقوى من الذي في العالم. تذكر هيدي الآية على طول وتمسك بكلمة الرب. يعني المؤمن الحقيقي ما بيقدر لا الشيطان ولا غير الشيطان يقدر يغير له إيمانه. أكيد يعني. طبعا طبعا. اللي هو مؤمن ووصل للخلاص وصار طريقه الرب هو طريقه والطريق والرب بقلبه، ولا ممكن حدا يغير له. أكيد طبعا. وإلا الرب ما بيكون عادل، لأنه هو أعطانا هيدي العطية مجانا. نعم. هو أعطانا إياها. إذا بده يرجع يخدها الرب منا، يعني هو منه عادل، يعني هو كذاب. وحاشا أن الله يكون كذاب. ليكن كل إنسان كاذب والله وحده صادق. صادق. نعم نعم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا انتهت. نشكر الأخ جاك الضيف، وبنرجع لفرقة الكنيسة نسمع ترنيمة، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل. أهديك كل المجد والكرم.